السلام عليكم. بخصوص السائقين المهنيين اللي مدوزين فترة أو فترات سجنية، مدوزين الحبس في قضية من القضايا، واللي بغاو ياخدوا البطاقة المهنية، وسمعوا أن من بين الوثائق المطلوبة باش تاخد البطاقة المهنية، يعني باش تدوز التكوين ديالك وتاخد البطاقة المهنية سواء بالمجان أو تخلص، من بين الوثائق المطلوبة هي بطاقة السوابق والسجل العدلي. كاين بعض الاخوان اللي مدوزين فترات فتخلعوا او خافوا ان هاد القضيه هادي تاثر عليهم وبالتالي ما يمكنش ياخذوا البطاقه. فهنا بين يدي هنا واحد المراسله المندوبين او المديرين الجهويين ديال التجهيز والنقل، اللي كتخبرهم انهم خصهم يشدوا من السائقين المهنيين دوك الوثائق سواء يكونوا مدوزين الحبس او لما مدوزينوش، لان ما كاينش شي قانون اللي كيمنع ان واحد السيد دوز واحد الفتره سجنيه وتجي نتا وتدمر له الحياه ديالو، ما تبغيش تعطيه مثلا واحد الوثيقه باش ياخذ وثيقه اخرى باش يخدم او هادي. فهنا غادي نقرا عليكم هاد الرساله هادي الى الساده المديرين الاقليميين للتجهيز والنقل واللوجيستيك تحت اشراف الساده المندوبين الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك. الموضوع حول منح بطاقة السياقة المهنية لذوي السوابق العدلية. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد، توصلت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية مجموعة من الطلبات تهم مجموعة من السائقين المهنيين الذين تقدموا بطلب الحصول على بطاقة السائق المهني، إلا أنه تم رفض طلبهم لكونهم ذوو سوابق عدلية. وبعد الاستشارة مع مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والتي أوضحت بأن القوانين الجاري بها العمل لم ترتب أي جزاء في حالة تضمن السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية جرائم معينة، وفي انتظار تحديد لائحة الجرائم التي لن تسمح لمرتكبيها بالحصول على بطاقة السائق المهني وإدراج هذه اللائحة في تعديل للمرسوم 2/314 المتعلق بالسياقة المهنية، يشرفني أن أطلب منكم قبول طلبات هذه الفئة من السائقين والسلام. التوقيع نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالنيابة. إذن الإخوان هنا الرسالة راها واضحة، أن الطلبات ديال الناس اللي بغي يحصلوا على البطاقة المهنية خصهم المديرين الجهويين يشدوا من الناس الطلبات ديالهم ويشدوا الوثائق ويعطيوهم موعد التوصيل والموعد باش ملي يحين الوقت يجيو يدوزو التكوين باش على اساسه غادي ياخذوا البطاقه المهنيه. اذن ما كاين لا خوف ولا والو، الناس تمشي تدفع باش تاخذ البطاقه المهنيه. هادشي اللي كاين، فتحيه لكم، تبارك الله عليكم.